السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بخلي سيري يقول لي نكتة ويقول لي كل شيء، طبعا بالجلاكسي مو اسمه سيري، اسمه مساعد جوجل. يلا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، كيف أساعدك؟ قولي لي نكتة. حالاً، مازن كان يجب أن تكون في المكتب الساعة 9. رد مازن: لماذا؟ ماذا حصل الساعة 9؟ يعني هذاك يقول للمدير لازم تكون يعني الساعة 9 موجود، وهذاك يقول يعني ليش شنو في الساعة 9؟ يعني قصده يعني لازم يلتزم الدوام. خلينا نقول له نكتة ثانية. المزيد. كيف تتعلم الكمبيوترات؟ بيت واحد كل ثانية. المزيد. متى استقالت الطنجرة من عملها في المطبخ؟ عندما أضاعت غطاها. المزيد. لماذا لم تطر العصافير عن الشجرة؟ لأنها رأت عصفورا في اليد. يعني قصده عصفور في اليد ولا 10 على الشجر. المزيد. المال لا يشتري سعادة، ولكن البكاء في سيارة فيراري لا يشكو من شيء. اي والله. نقول حقائق مضحكة. 29 من مايو هو يوم ضعم خده فوق الثلاجة، ويعتقد أن هذا التقليد يجلب الحظ والوفرة. ولما لا؟ حقائق مضحكة عن الشباب والبنات. وجدت على ويكيبيديا أن أطول رجل في التاريخ الطبي كان روبرت بيرشينغ وادلو. كان طوله 2 متر و70 سنتيمترا. ما شاء الله كان طويل حيل. نقول محتوى ترفيه متنوع. أوكي. العجلة توقفت عند فئة الحقائق، وهذه حقيقة. وفقاً لويكيبيديا، أدرجت مدينة دقة في تونس ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو باعتبارها أفضل مدينة رومانية محفوظة في شمال أفريقيا. هذه الحقيقة حلوة. نقولها شنو بعد؟ ما الذي يمكن فعله؟ نعم، عندي علاجات كثيرة لما يمكن أن أحكي لك فوازير. قولي لي لغز. أي بحر من دون ماء؟ على الخريطة بحر الشام. بحر. المزيد. بحر يخرق بري يقسمني نصفين، مملكة وبلاد تجمع ما بين الجزئين. في ملقى تمتد جذوري تشهد بوترغيا حضوري، وبعود إذ يحمل عطري ووحيد القرن السومطري. من أنا؟ الأرض. تلميح للفزورة. لا 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 جوجل لا. الجواب لا جوجل لا. الجواب هو الأرض. الحكمة. يقول المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. أي والله. هنقولها اضحكي اضحكي. ابكي. ممكن ان اقلد البكاء الدرامية. ابتسمي. اكيد، وهذه احلى ابتسامة. اريد ان ارى صورتك. ما عندي صور، ولكن إذا أغلقت عينيك وتخيلت خلطة ما بين العنقاء وسندباد فستكوني فكرة بعيدة جدا عما يمكن أن أبدو عليه. أعطيني رقمك. في الواقع لا يمكنني الرد على الاتصالات، ولكنني أحب الدردشة. للتواصل مع المقر الرئيس لشركة جوجل يمكن الاتصال على 1-650-253-0000.
أوكي، مع السلامة. وهذا كانت نهاية إلى اليوم، لقاء قريب. هذا نهاية كانت فيديو اليوم. أتمنى تشتركون بالقناة وتحطوا لي لايك. مع السلامة.